أهلا بكم. أعيد خلط أوراق اللعبة في منطقة الشرق الأوسط من جديد، فإسرائيل استباحت الأجواء السورية دون أي رادع أو ممانعة من نظام الأسد وأصدقائه في المنطقة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول توقيت الضربة الإسرائيلية والرسائل الموجهة من خلالها ونوع الرد الذي ستقوم به إيران وحزب الله. هذا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن لمعرفة أي خطوات ستتخذها، وأيضا ما العرض الذي ستقدمه لموسكو لحل الأزمة السورية قبل لقاء أوباما وبوتين المرتقب. الصراع السوري ومخاطر نشوب حرب إقليمية موضوع أناقشه اليوم مع ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وأبدأ بالترحيب بضيفي في الاستوديو هنا في برلين. البداية مع الدكتور هانينغ ريكي، الخبير في القضايا الأمنية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية. دكتور أهلا بك معنا. Guten Tag. وأيضا أرحب بضيفي السيد فواز تلو، المعارض السوري المستقل. سيد تلو أهلا بك. شكرا لك. ومن واشنطن ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور إدموغ غريب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن. دكتور يا هلا بك في برنامج مع الحدث. أهلين. وأيضا معنا مباشرة عبر الهاتف من القدس السيد إيلي نيسان، الخبير في السياسة الإسرائيلية. سيد نيسان أهلا بك. أهلا وسهلا بكم بالضيوف. إذن ازداد القلق الإقليمي والدولي من مخاطر امتداد الصراع السوري إلى الدول المجاورة وأيضا من اندلاع حرب إقليمية، وفيما واجهت الهجمات الإسرائيلية رد فعل دولية متباينة تراوحت بين الإدانة والتفهم، أيضا بررت مصادر إسرائيلية الغارات بأنها استهدفت أسلحة إيرانية ثقيلة مخصصة لحزب الله اللبناني. التقرير للزميل ناجح العبيدي. تصعيد جديد في الصراع السوري. فجر الأحد الماضي هزت العاصمة السورية دمشق انفجارات ضخمة قيل إنها جاءت نتيجة غارات إسرائيلية كانت الثانية من نوعها خلال 48 ساعة. وفيما وصف المسؤولون السوريون الهجوم بأنه إعلان للحرب، حذرت دمشق في نفس الوقت من أنه يفتح المجال أمام جميع الاحتمالات وتوعدت بالرد عليه في الوقت المناسب. كما اتهمت إسرائيل بالوقوف إلى جانب المعارضة السورية المسلحة والتنسيق مع العناصر المتشددة فيها. من جهتها لم تؤكد إسرائيل الهجمات رسميا، وكررت موقفها القائل بأنها تفعل ما هو ضروري لحماية أمنها، غير أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الغارة استهدفت أسلحة إيرانية مخصصة لحزب الله اللبناني. كما نقل الجيش الإسرائيلي بطاريتين من نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ إلى شمال البلاد، وذلك تحسبا لأي رد سوري محتمل. ويثير الدخول الإسرائيلي على خط الأزمة السورية قلقا إقليميا ودوليا متزايدا، لأنه لا يهدد بخلط الأوراق داخل سوريا فحسب، بل ينذر أيضا باتساع رقعة الصراع إلى الدول المجاورة وبتحوله إلى حرب إقليمية. وكما يبدو فقد جاءت الغارات الإسرائيلية مفاجئة للإدارة الأمريكية، وزادت من الضغوط عليها لمراجعة موقفها من الأزمة السورية. ففي ظل استمرار العمليات العسكرية منذ أكثر من سنتين وتضارب المعلومات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لا تزال الإدارة الأمريكية تتردد في تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وفيما تتصاعد أعمال العنف داخل سوريا، تأتي الغارات الإسرائيلية لتزيد من المخاوف من خروج الوضع في المنطقة برمتها عن نطاق السيطرة. إذن نبدأ الحوار بعد هذا التقرير مع ضيفي في الاستوديو الدكتور ريكي. دكتور، بعد استباحة إسرائيل للأجواء السورية، هل نتوقع تصعيدا إقليميا من وجهة نظرك، أم تسريع في الحل السياسي وربما استراتيجية دولية جديدة للأزمة السورية؟ أنا أظن بأن هذا الوضع لن يؤدي بالضرورة إلى حرب، لأن نظام الأسد لديه مشاكل أخرى. ربما كان المقصود بذلك بأن إسرائيل لن تسمح بتوريد إيران الأسلحة لحزب الله، وأن حدث ذلك في هذا الوقت بالذات ربما يتعلق ذلك بأنه كان ذلك متاحا، ولأن النظام السوري لا يستطيع الرد على ذلك حاليا. ولكن في نفس الوقت هناك بين الحلفاء الساكتين ربما في المنطقة هناك دعم لهذا الموقف.
طيب يعني دكتور، هناك اتهامات لكل من المعارضة السورية وأيضا للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى ذلك يعني عدا الصراع داخل سوريا تأتي إسرائيل وتقوم بهذه الهجمات المتتالية، الضربات الجوية للقواعد العسكرية، ما موقف أوروبا من ذلك؟ هل سيكون لها أي رد أو دور في المستقبل القريب أم أن الأمر متروك بيد الولايات المتحدة الأمريكية فقط؟ في البداية يجب القول بشكل واضح بأن الأسلحة الكيماوية تشكل خطرا كبيرا لإسرائيل من وجهة نظر إسرائيل. سوريا لديها كمية هائلة من الأسلحة الكيماوية. أيضا ردا على التهديد الإسرائيلي من السبعينات، ولكن هذا خطر كبير لإسرائيل أيضا من وجهة النظر الهولوكوست. وإسرائيل ربما تستطيع أن تشارك في حل سياسي من أجل تأمين الأسلحة الكيماوية في سوريا. أما الأوروبيون من برأيي فهم يتركون المجال للأمريكيين فيما يخص المبادرات في الشرق الأوسط كما عهدنا ذلك، والولايات المتحدة قالت في البداية سوف تتدخل، ولكن الحالة المطروحة حاليا هي ليست خطيرة أو ثقيلة لدرجة أن أمريكا سوف تتدخل الآن بشكل واضح، ولأن هناك حيرة والوضع غير محسوب، فبالتالي أوروبا أيضا تنتظر. إذن دكتور غريب، أوروبا تنتظر والولايات المتحدة ما زالت مترددة، بل أوباما وضع نفسه في موقف يعني جدا حرج عندما وضع خطوط حمراء وهناك معلومات باستخدام أسلحة كيماوية ولم يحرك ساكنا حتى الآن. هل الضربة الإسرائيلية دكتور يعني أنقذت أوباما من هذا الموقف الحرج أم زادت الموقف سوءا؟ أعتقد أن قد على المدى القصير ربما قد ساعدت الدبلوماسية والاستراتيجية الأمريكية، ولكن طبعا لا يزال من المبكر كثيرا القول بأنها ربما تساعد على المدى البعيد. بالنسبة للأسلحة الكيماوية، تلقت الدبلوماسية أو على الأقل الأمريكية، بحيث أن الولايات المتحدة اتهمت في الأسابيع الأخيرة الحكومة السورية، على الرغم من أنها قالت بأن الأدلة لديها كانت بدرجات متفاوتة من الثقة بأن النظام استخدمها، إلا أنها قالت أنها ترجح استخدام النظام السوري. ولكن التحقيقات والتصريحات التي جاءت من المدعية العامة السابقة لمحكمة يوغوسلافيا ديل بونتي وجهت ضربة قاسية للإدارة الأمريكية، حيث أنها اتهمت المعارضة السورية على الأقل، وهي أيضا قالت أنه لا، أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجتها. وعززت هذه التصريحات على الأقل في الولايات المتحدة الأصوات التي تشكك في موضوع الاتهامات حول الأسلحة الكيماوية، والتي قال عدد من المحللين والمراقبين بأنها تشبه الأجواء التي خيمت قبل الحرب على العراق، عندما اتهم العراق بأن لديه أسلحة دمار شامل، وهذه ثبت بأنها غير واقعية. طيب يعني دكتور، نحن نعلم بأن إسرائيل لا تقدم على أي خطوة دون التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أوباما في الوقت الحالي. يعني من هنا سؤالي صراحة، ما الرسائل التي أرادت إسرائيل أن ترسلها من خلال هذه الضربة الجوية لمواقع عسكرية داخل سوريا؟ وفي حال كان هناك تنسيق مع الولايات المتحدة أيضا، ماذا أرادت واشنطن من ذلك؟ طبعا ما سمعناه من حتى الآن المسؤولين الأمريكيين، هناك نوع من التصريحات المتضاربة إلى حد ما. بعض المسؤولين قالوا أنه لم يكن هناك تنسيق، لم يكن هناك، أن الإدارة الأمريكية لم تكن تعلم إلا بعد أن حدثت الضربة، وبالتالي فأن هذا على الأقل كان أحد وجهات النظر. في نفس الوقت سمعنا من بعض المسؤولين الأمريكيين وفي تنوير مثلا يوم الاثنين الماضي بأن هذه الضربة جاءت في الوقت المناسب قبل زيارة كيري ولقائه بالرئيس
الروسي بالزعيم الروسي بوتين وبوزير الخارجية الروسي لافروف. وفي نفس الوقت ذكر الرئيس بارك الرئيس هذه الأجمع وعبر عن تفهمه لهذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا، ونظر إليه على أنه جزء من محاولة تغيير موازين اللعبة على الأرض بين المعارضة أيضا والنظام في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك هناك طبعا تفسيرات مختلفة، نسمع التفسير الإسرائيلي وربما سنسمع عنه من ضيفك من تل أبيب أكثر، هو أن إسرائيل أرادت توجيه ضربة للصواريخ التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة تقوض الردع الإسرائيلي، وهي مثلا صواريخ الفاتح 110، وهذه ضربة. الأمر الآخر هو هناك من يعتقد أن هذه أيضا جاءت قبل موضوع زيارة وزير الخارجية إلى روسيا، بالإضافة إلى أنها ربما تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية لجرها إلى دخول في مواجهة هي غير مستعدة أو غير قادرة لها في هذا الوقت، وربما أيضا اختبار إيران ومدى استعداد إيران للتدخل ولمساعدة النظام في سوريا، وأيضا ينطبق على حزب الله. سيد تلو، سوف نناقش هذه النقاط دكتور غريب مع ضيفي السيد نيسان، ولكن قبل أن أنتقل إلى السيد نيسان أسأل ضيفي في الاستوديو السيد تلو، يعني قبل أن أخذ تعليقك على ما قيل حتى الآن، المعارضة ارتبكت وأيضا تأخرت في إدانة هذه الهجمات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا، لماذا؟ سيدتي، المعارضة أصلا لا تملك يعني جسم واحد، لا تملك رؤية واحدة حتى يعني تجتمع وتصدر موقف واحد. ما صدر هو عبارة عن مواقف عديدة جدا جاءت على لسان كثير من المعارضين في المداخلات الإعلامية التي خرجت، وبالإضافة إلى بعض البيانات التي خرجت لاحقا في هذا الموضوع. في الحقيقة يعني هذا بجرنا لنحدد شو على الأقل من وجهة نظر ما أراه أنا في لهذه الضربة. يعني أنا أختلف مع القول الذي يقول أن إسرائيل تريد أن تجر النظام السوري إلى حرب. إسرائيل حاولت من بداية الثورة السورية أن تعطي نوع من الغطاء السياسي ولو بشكل غير مباشر، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد فكرة مساعدة الثورة السورية بالسلاح وإسقاط النظام وإلى آخره. هذا على كل حال ليس مجرد انطباع، يعني في كثير من الدلائل بتحكي عنه وهو موجود. يعني اسألي يعني 23 مليون سوري بجاوبوك بنفس الإجابة. يعني إذن إسرائيل ليست راغبة بإضعاف بشار أسد بالهيئة. نعم هي ربما لا تريد أن تدخل أنا كجهة في الصراع. ما جرى من الضربة التي أعتقد هي جاءت تماما في إطار توجيه أولا التخلص من بعض الأسلحة. نعم هي أسلحة، يعني ربما بشار أسد بعد ما أصبح يعني في تماهي شديد جدا بينه وبين حزب الله في ملفات عيبة، وحزب الله يعني يقاتل مباشرة على الأرض في داخل سوريا، يعني يريد أن يرد الجميل مثلا بتجاوز بعض الخطوط أو التفاهمات الضمنية مع إسرائيل بتزويد حزب الله ببعض الأسلحة المتطورة. فجاءت هذه الضربة، ولكن هذه المرة هذه الضربة كانت ضربة موجعة للأسلحة وللنظام دون أن تضعفه. من يومين يرعت أحرونات نزلت مقال قالت فيه أنه إسرائيل بعتت تطمينات لبشار أسد أنه للنظام السوري أنه نحن لا نريد إضعافك، لا نريد أن ندخل طرف. اليوم إسرائيل عم تخففت كتير من نشاطها المناوراتها على على جبهة الجولان. الهدف من كل ذلك هو عدم يعني عدم توجيه يعني عدم فهم هذه الرسالة بطريقة خاطئة. هي رسالة محددة في هذا الإطار. نعم سيد نيسان، استمعت إلى ما قاله السيد تلو وإلى ضيفي أيضا الآخرين. يعني أبدأ بالسؤال حول توقيت هذه الضربة العسكرية للمواقع، الضربة الإسرائيلية للمواقع العسكرية في سوريا، وأيضا هي صفعة للأسد كما قال ضيفي تلو فيما يتعلق بتمرير هذه الأسلحة الثقيلة لحزب الله، ولكنها لا تريد أن تدخل في الصراع. السؤال هو كيف لا تريد أن تدخل في الصراع الدائر في سوريا، وأي تطور يكون داخل سوريا له تأثير مباشر على أمنها؟ إذن بعد ما استمعنا من أقوال الضيوف المحترمين في الاستوديو وخارج الاستوديو، أريد أن أقول أن إسرائيل لا تريد التدخل في ما يحدث في سوريا، ولا تريد إسقاط نظام الأسد، ولا تريد مساعدة ما يسمى المتمردون أو الجيش الحر.
إسرائيل فقط تريد المحافظة على الدفاع على النفس في إسرائيل وعلى على سلامة مواطنيها. إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا عن عبر رئيس الوزراء وعبر وزير الدفاع وكل وسائل الإعلام في إسرائيل أنها لا تسمح بنقل أسلحة حديثة مثل صواريخ أرض أرض من طراز سكاد دي على مسافة 680 كيلومتر أو صواريخ من طراز يخونس بر بحر التي تهدد على منصات توقيب الغاز في بحر الأبيض أو على السفن الإسرائيلية. ولذلك كل ما يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة عبر نقل أسلحة حديثة ومطورة من سوريا إلى حزب الله، إسرائيل لا تسمع بهذا الأمر. ولذلك كل مرة التي يتم توفير معلومات استخبارية عن نقل مثل هذه الأسلحة من سوريا إلى منظمة حزب الله فإسرائيل تقوم بضرب هذه القوافل وهذه الشحنات من الأسلحة. إذن نتوقع ضربات مماثلة من هذا النوع في المستقبل القريب أيضا، لأن الأمر قد لا ينتهي هنا. نحن نعلم بأن هذه ليست المرة الأولى. نعم في هذا المضمار أريد أن أقول أنه أنا في الوقت الحاضر كما قال الضيوف أنا لا أقول أن هناك إمكانية لحرب إقليمية بعد الضربتين التي وجهتها إسرائيل إلى مخازن الأسلحة في سوريا. نقلت إسرائيل أخبار إلى سوريا عبر موسكو أنها إسرائيل لا تريد بإسقاط نظام الأسد. نقطة مهمة هي أن على مدى العقود الأربعة الماضية كان الحدود بين إسرائيل وسوريا من أهدى الحدود في المنطقة، ولم نشهد أي خروقات بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. ولكن الآن دمشق، يعني عفوا المعذرة المقاطعة، ولكن الآن هناك أيضا خبر آخر يقول بأن النظام السوري يعني أعطى الضوء الأخضر للفلسطينيين بمهاجمة إسرائيل عن طريق الجولان. ألا تخشى إسرائيل هذا الأمر؟ نعم، على هذا الأمر أنا أريد أن أقول نقطتين. أن كيف يمكن أن الفلسطينيين يقومون بمهاجمات المواقع الإسرائيلية عندما الأسد قام بذبح وقتل العديد من الفلسطينيين في سوريا؟ من هم المنظمات؟ من هي المنظمات التي تقوم بخرق إطلاق النار؟ هل هي منظمات فلسطينية؟ ربما ستكون منظمات القاعدة أو منظمات أخرى، ولكن هذه المنظمات ليست تحت سيطرة نظام الأسد. نقطة ثانية، إذا الأسد نفذ تهديداته وقام بإطلاق صواريخ عبر إسرائيل باتجاه إسرائيل، وهنا أقول نقطة مهمة. تفضل. أولا أن إسرائيل لا تريد إسقاط نظام الأسد. واضح. أما إذا نظام الأسد واصل إمداد حزب الله بصواريخ وتطورت الأمور وأطلق نظام الأسد صواريخ باتجاه التجمعات السكنية باتجاه إسرائيل بمساعدة حراس الثورة الإيرانيين الذين موجودين بكثافة، ما الذي سيحدث عندها؟ ماذا سيحدث؟ هل الأسد يذكر ما حدث في عام 67 عندما دمرت إسرائيل كل السلاح المصري والسوري خلال 3-4 ساعات؟ إذن هي على استعداد للقيام بذلك، هي على استعداد للتدخل المباشر. بس خليني أكمل الموضوع. ما يميز نظام الأسد في هذه الأيام هو تفوق النوعي عن طريق سلاح الجو السوري الذي يقوم بقصف المتمردين. الأسد قام نفذ تهديداته فلا مبرر، فلا شك أن إسرائيل ستقوم بقصف سلاح الجو السوري. هل أسد يريد مواجهة إسرائيل بهدف إسقاط نظام الأسد؟ أنا لا أعتقد أن سؤال مهم. سؤال مهم فلنجيره لضيفي. هل بالفعل
سوريا نظام الأسد يريد أن يخوض معركة ضد إسرائيل، ربما قد لا يقوم بذلك، ولكن ربما أصدقاء سوريا حزب الله وإيران قد يقوما بهذا الأمر. أجير السؤال للدكتور غريب، سوف أعود إليك سيد نيسان. دكتور غريب، ما رأيك فيما قاله السيد نيسان؟ يعني نقطة جدا مهمة، إذا نفذ الأسد تهديده يعني سوف تقوم هناك حرب، وإسرائيل على استعداد يعني لتنفيذ أيضا تهديداتها بالتدخل المباشر. لا ننسى أيضا بعد الضربة الجوية الإسرائيلية الأسد اجتمع بوزير الخارجية الإيراني في دمشق في زيارة لم يعلن عنها، وصدر أول تصريح للأسد وقال بأننا سنرد. ما رأيك؟ أعتقد أولا أن الحكومة السورية لا تريد الدخول في حرب كما ذكر ضيوفك الكرام، فهي تواجه حرب داخلية وإقليمية وربما دولية قاسية جدا، وبالتالي فهي لا تريد أن تقاتل على أكثر من جبهة إذا استطاعت ذلك، إذا استطاعت تفادي هذا الأمر. ولكن في نفس الوقت فإن النظام السوري أيضا الذي أحرج بهذه الضربة لا يستطيع الاستمرار إلى الأبد دون أن يرد، خاصة أن إسرائيل على الرغم مما نسمع أنها لا تريد التدخل في الأزمة السورية، بل أنها بهجومها هذا قد تدخلت فعلا. لا أعتقد أن سوريا أو إيران التي تقدم أسلحة لحزب الله كانت تنتظر حتى قبل الأيام الأخيرة. ماذا لو تدخل حزب الله في جنوب لبنان وشن هجمات على شمال إسرائيل؟ أي سيناريو نتوقع ولو باختصار دكتور؟ أعتقد أنه إذا فعلا حدث ذلك، ومع أنني أستبعد ذلك في هذه المرحلة، ولكن إذا تطورت الأمور أكثر فأن هذا سيدخل المنطقة في أتون جديد وفي معارك وحروب جديدة لا يعلم أحد تداعياتها وأبعادها. دكتور ضيفي في الاستوديو، يعني بعد ما استمعنا إليه حتى الآن يعني الأجواء مشحونة بالطبع، الصراع مستمر، لا نعلم إلى متى سينتهي، هناك تحركات دبلوماسية مكوكية الآن بعد الضربة الإسرائيلية تحديدا، هل نتوقع أي حل سياسي سريع كي لا تأخذ الأمور أبعادا أخرى كالتي تحدث عنها السيد نيسان وأيضا دكتور غريب؟ أنا لا أرى فرصا حاليا لأي حل سياسي، حتى الاتحاد الأوروبي والأمريكان أيضا حسبوا حسابا آخر بأن النظام السوري سوف ينهار وبالتالي سيكون هناك طريق لانتقال منظم، ولكن نحن كأوروبيين وفاعلين في الغرب يبدو أنه فات الأوان لذلك. الآن مع هذا العدد الهائل من المقتولين والتأثيرات الخارجية من السعودية وقطر وتركيا والأمريكان أيضا عن طريق CIA ناشطة وفعلة في المنطقة وتريد أن تؤثر، هناك الكثير من المصالح في المنطقة والحرب الجارية، وفي النهاية سيكون هناك حل سياسي، هذا ما أمله. ولكن ما أخشاه أيضا بأن هذه الحرب سوف تستمر لسنوات وعقود، وبدون حل أن التوترات سوف تستمر وتتفكك الدولة، كلها سيناريوهات سوداء، ولكن لا أرى حلا سياسيا في الأفق حاليا. طيب في مقابل يعني هذه النظرة التشاؤمية حول غياب حل سياسي في الأفق قريبا، كان هناك تفاؤل من قبل الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الذي قال بأنه سيستقيل، ولكنه أعطى تصريحات متفائلة اليوم حول لقاء الأمريكي الروسي وأيضا وجود اتفاق على حل سياسي هذه المرة. كيف تنظرون كمعارضة أو كمعارض مستقل، كيف تنظر إلى هذه الأمور؟ سيدتي أعتقد أن يعني مو بس أن معظم المعارضة حاليا، يعني معظم المعارضة الحقيقية التي ترتبط إلى حد ما بمطالب الثورة، أنا أتكلم عن بعض المعارضين أو بعض الجهات المعارضة اللي بيسموها على معارضة داخلية وإلى آخره، يعني هي عبارة عن ألاعيب صارت، يعني ناس ما لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا بالثورة، وربما يعني قريبين أكثر من النظام بالهي. أنا أتكلم عن المعارضة، أجسام المعارضة الرئيسية ترى في يعني مهمة الأخضر الإبراهيمي، وترى في ما يحاول يعني الأمريكان والروس فرض حل سياسي على حساب مطالب الثورة،
حل سياسي كان يعني المطلوب خلال الفترات الماضية والخلاف الرئيسي الأمريكي الروسي كان فقط على تفصيلة واحدة، هي هل سيكون لبشار أسد دور في خلال المرحلة الانتقالية والمرحلة القادمة أم لا. الأمريكان عم يقولوا خليه يطلع بتقاعد مريح وكريم، الروس عملوا لا خلينا نأجل الموضوع هذا بركي نقدر. هذا هو الخلاف الرئيسي، واضح من اللي صار مبارح أنه الأمريكان اقتربوا من موقف الروسي. هذا ليس له أي تأثير حقيقي على الأرض، ما يجري على الأرض شيء مختلف تماما. طبيعة الصراع لم تعد تقبل بذات التسويات، تسوية بجوهرها يا ستي إلى يعني الحكي. أعطيك فكرة بس بسيطة يعني مشان نحكي عن يعني مفهوم التسوية السياسية، مفهوم كتير يعني فضفاض كتير بالهي. التسوية السياسية كما يراها الأمريكان والروس مع اختلاف التفصيل، حكينا عن موضوع بشار أسد شخصيا بالهي، تهدف بجوهرها، وهي نفس رأي الإبراهيمي الحقيقة، إلى الإبقاء على جوهر النظام. يعني كلمة الحفاظ على مؤسسات الدولة بالمفهوم الدولي تعني الحفاظ على جهازي الأمن والأمن مخابرات والجيش، وهما جهازان طائفيان بامتياز يعني بالله، وهما من يمارس القتل اليوم يعني. وبالتالي السيطرة، سيطرة الأقلية العلوية يعني آسف لأحكي هذا هو الواقع على مقدرات الدولة وعلى الدولة منذ حوالي نصف قرن، المطلوب أن تستمر. بالمقابل الطرف الآخر الثورة لا هذا لا يعني أن المطلوب هو يعني نظام أكثرية سنية تحكم سوريا، وإنما نظام ديمقراطي. النظام الديمقراطي لا يمكن سيتلو يعني عذرا المقاطعة، ولكن ألا تعتقد أن لو كانت المعارضة يعني موحدة وهناك صوت واحد، ألا تعتقد بأن كان هناك أيضا حل؟ هل يجب دائما أن نلوم القوى الدولية على عدم وجود حل الآن، ولا نلوم أيضا المعارضة التي دائما تغير من قياداتها، وأيضا لا يوجد تنسيق بين الداخل والخارج فيما يتعلق بالثورة السورية ولو باختصار؟ وبضيف لك كمان ولا يحملوا رؤية واحدة كمان يعني هذه ثغرة كبيرة. نعم هذا لا شك، هذا عامل يساعد في 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 إطالة عمر الأزمة والمعاناة تبعنا بالهي. هي مسؤوليتنا نحن كمعارضة، ولكن أعتقد إن يعني عشان ما نحمل حالنا يعني كمان نجلد الذات، هي جزء من المشكلة الكبيرة لدينا هو المجتمع الدولي. ليس هناك رغبة حقيقية لمساعدة الشعب السوري على إسقاط النظام. هي شغلة مهمة بالأخير. كلمة أخيرة إذا سمحتي، هذا الحل السياسي الذي حكى عنه مبارح، هذا الحل لا يمكن أن يمر، مو لأنه ما بدي أنا أو بدي أو إلى آخره، لأنه طبيعة الأمور على الأرض لم تعد تسمح بمثل هذا الحل صار يعني فات عليه الزمن، out of date يعني صار بالهي. سيد نيسان يعني ولو باختصار لو سمحت، كيف تنظرون في إسرائيل إلى المباحثات الأمريكية الروسية حول الأزمة السورية؟ يعني بالأمس جون كيري رمى الكرة في ملعب روسيا، ما الذي تتوقعونه من الدور الروسي تحديدا الآن؟ نعم سمعنا أن كان هناك اجتماع بين كيري وبوتين بهذا الموضوع، وكان تبادل رسائل بين الجهتين في محاولة لتهدئة الخواطر، ولكن المشكلة تكمن بما يحدث في سوريا. أنا أعتقد أن الأسد يحاول مكافأة منظمة حزب الله، وذلك بسبب مشاركة حزب الله في الأحداث الدموية التي نشهدها يوميا في سوريا، ومشاركة حزب الله بحمام الدم الذي نراه يوميا في سوريا. ما سمعنا أيضا يوم أمس تصريحات وزير الخارجية الإيراني في سوريا. ما تريد إيران فقط هو تأجيج الخواطر في سوريا. إيران لها مصالح أنه تكون سوريا ولبنان القواعد الأمامية لإيران تجاه إسرائيل، وكما قلت في بداية كلامي أن إسرائيل لا توافق على استمرار الوضع الراهن وإمداد منظمة حزب الله بالأسلحة. إسرائيل، أنا سمعت أيضا نقطة مهمة، أن الحرب تستمر على سنين. إسرائيل لا تستطيع مواصلة هذا الوضع على سنين. ما الذي ستقوم به إسرائيل إذن في حال استمرت الأزمة؟ هل ستشارك مباشرة؟ نعم ماذا ستفعل إسرائيل؟ تقول بأن يعني سمعت بأن الأزمة ستستمر لسنوات، وإسرائيل لن تسمح بذلك، هذا ما قلته الآن. ما الذي ستفعله إسرائيل إذن؟ عن أي سيناريو نتحدث؟
إسرائيل لقنت تعلمت الدرس من حرب لبنان الثانية عندما كانت مع الأسف عدة ما يسمى بالفشلات في الجيش، ولكن استخلصت إسرائيل كل العبر من هذا الحرب. ولذلك ما نسمعه من رئيس أركان الجيش ومن وزير الدفاع أن إسرائيل تبغي إلى حسم الحرب خلال أيام. كيف؟ وحتى كما كان في الحياة أيام الحرب أيام حرب الأيام الستة. ولا يمكن نسان مواصلة الحرب على على فترة طويلة. ولذلك الحروب لن نراها مستمرة كما كان في الماضي. على سؤالي كيف هي لا تريد أن تستمر الحرب ولو باختصار، كيف؟ بالتدخل المباشر في هذه الحرب؟ تدخل مباشر إذا كان حزب الله وكما سمعنا تهديدات من قبل نصر الله في الأيام الأخيرة أو تصريحات من قبل إيران، فأعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وحسم الأوضاع بسرعة خلال أيام عديدة. كلام خطير دكتور ريكي، ما رأيك؟ عندما قلت أنني أخاف من أن الحرب سوف تستمر لسنوات، ربما لن يكون ذلك على نفس المستوى، والسؤال هو ماذا تستطيع إسرائيل أن تحقق من وراء التدخل نظرا لانتقال محتمل من النظام السوري الحالي إلى نظام آخر، وأن يكون ذلك مضادا للمحور بين إيران وحزب الله. فإسرائيل مصلحتها أن يكون هناك استقرار حتى لو لم تنتهي حالة الحرب بين سوريا وإسرائيل. هناك كان هناك ما يشبه التعاون بين إسرائيل وسوريا. إذن السؤال مطروح، ماذا تستطيع إسرائيل أن تحقق عن طريق الوسائل العسكرية؟ وأنا لا أظن بأن إسرائيل تستطيع أن تؤثر عن من هذه الناحية. وفي معيار أصغر فلابد من منع بيع أو توريد الأسلحة من إيران لحزب الله. ربما تعليقا على كاري والتقائه مع المسؤولين في روسيا، جون كاري مهم كثيرا، فروسيا تعطي الأسلحة للنظام السوري. النظام الروسي يحتاج إلى هذه القاعدة على البحر الأبيض المتوسط، فلا بد من المفاوضات. بقيت لدي 10 دقائق فقط. سيد تيلو، أين موقف المعارضة في حال تدخلت إسرائيل في هذا الصراع المباشر؟ هي لا تريد أن تطول الأزمة أكثر من ذلك. بيكون عندنا عدو واحد اسمه بشار أسد، بصير عندنا عدوين اسمهم بشار أسد وإسرائيل. يعني سوف تكون الحرب على عدة جبهات. أختي الكريمة، مشان كيف سيكون ذلك؟ كيف سيطبق ذلك على أرض الواقع؟ يعني هذا سؤال افتراضي، وأنا أريد أن أقول لك لن تكون هناك حرب ما بين بشار أسد وإسرائيل. بشار أسد ومن قبله أبوه في قواعد لعبة يعني بيلتزموا فيها تماما مع إسرائيل، مثل ما تفضل ضيفك، لن تطلق رصاصة واحدة عليهم. هي التهويلات تبع ببعث الفلسطينية يقاتلوا، أنه فلسطينية فتحوا حماس والجهاد برات اللعبة، بيبدأ يقاتل شوية ميليشيات من جماعة أحمد جبريل، ما بيعملها بشار أسد. بشار أسد يدرك أنه في عندهم يعني أن مقتلوا في هذا الموضوع. ليس الحديث الآن عن النظام السوري وأيضا عن إسرائيل إذا كان ستقع حرب بينهما، هو الحديث إذا كان ستطول الأزمة أكثر. يعني عدو إسرائيل هو ليس النظام السوري، عدو إسرائيل يعني هي تخشى وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي جماعات متطرفة إسلامية، وبالتالي هي لا تريد أن تكون هذه الأزمة طويلة. في حال يعني تم التدخل، كيف سيتم التنسيق؟ المعارضة يعني ضعيفة في الخارج وأيضا منقسمة، والمعارضة على الأرض يعني لا نعلم من هي. كريمة، إسرائيل لن تتدخل في الصراع الداخلي. أنا اللي فهمت على الضيف عم يحكي عن موضوع إذا قامت حرب ما بين إسرائيل وحزب الله، يعني هي عم يحكي عن 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 هذيك الحرب، ما عم يحكي عن حرب عن 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 الازمه السوريه. هو امر وارد يعني اي ضربه لشمال اسرائيل. يا ستي حزب الله من سنه 2000 لهلا، باستثناء 2006 عم تجاوز الحدود وجاب الجنديين، ما عمل اي شيء. يعني بالتالي اسئله افتراضيه، انا بقول لك لن يكون هناك شيء من ذلك. لا اسرائيل حتفوت حرب، ولا بشار اسد بده يفوت حرب، ولا ناوي يفوت حرب. يعني المشكله مشكله اسرائيل مثل ما تفضل ضيفك في
بعض الأمور الخاصة بها فيما يتعلق بالأسلحة وإلى آخره، وهي المشكلة أنا بعتبرها مشكلة يعني مشكلة داخلية ما بين هي، ولكن هلا وبعدين وبعد 100 سنة يعني بالأخير نحن بالأخير لا نرضى أن يعتدي علينا أحد، يعني لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. يعني ستكون هناك جبهتان في حال حدث هذا الأمر. هذا سؤال افتراضي جدا، سؤال افتراضي لنرى إذا كان هذا الأمر سيتحقق، أو ربما الولايات المتحدة قد يكون لديها الحل السريع، تسليح المعارضة نعم أم لا، الحل بيد روسيا دكتور غريب أم لا، ما الذي سيحدث في حال طالت الأزمة، ما الموقف الأمريكي الآن؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي الآن يسير على خطين متوازيين، فهي من ناحية تريد تغيير قواعد اللعبة على الأرض، تغيير المعادلة على الأرض من خلال دعم المعارضة السورية المسلحة، وخاصة تأمل بدعم قوة تعتقد بأنها لن تكون القوة المتطرفة في التي تخشى منها الإدارة الأمريكية، في نفس الوقت الذي تتجه فيه بهذا الاتجاه فأنها أيضا تريد أن تعرف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى أرضية مشتركة مع روسيا للتوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع في سوريا، وذلك لأن الإدارة الأمريكية لديها الكثير من المصالح، هناك تدهور في العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنتين الماضيتين، ولكن في نفس الوقت فإن الإدارة الأمريكية تعلم أنها محتاجة لروسيا بالنسبة لعدد من القضايا والملفات الدولية، منها قضية الانسحاب من أفغانستان، منها موضوع الملف النووي الإيراني، كوريا الشمالية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى، وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تقرب من وجهات النظر، وسترى إذا أمكن ذلك فأنه عندئذ ستجري محاولات جدية للتوصل إلى تسوية، إذا لم يتحقق فإن الإدارة ستستمر في تقديم الدعم للمعارضة السورية كما سيستمر الروس في تقديم الدعم للنظام في سوريا. تقديم الدعم يعني الأمريكي للمعارضة السورية، نتحدث عن دعم استراتيجي، دعم عسكري، لأن هناك الآن جدل كبير في الولايات المتحدة حول تسليح المعارضة بعد لقاء كيري في موسكو، هل انتهى هذا الجدل وحسم الأمر؟ لا، لم يحسم هذا الأمر على الإطلاق. هذا موضوع، هناك جدل كما تفضلت وذكرت حاد داخل الولايات المتحدة، هناك النخب، هناك بعض القوى الصقور في الكونغرس، المحافظين الجدد، هناك الليبراليين الذين يؤمنوا بالتدخل الإنساني، هؤلاء يريدوا تصعيد الدعم للمعارضة في سوريا، يريدوا تقديم الدعم العسكري، يريدوا تقديم الدعم المالي، بعضهم يريد فرض حظر جوي، بعضهم يريد قصف لمنصات الصواريخ السورية وحتى للمدرجات السورية، ولكن الرأي العام الأمريكي وقوى أخرى داخل المجتمع تعارض بقوة التدخل في الخارج، لا بل أن الغالبية الساحقة من الأمريكيين وحسب 3 استطلاعات صدرت في الأيام الأخيرة الماضية تقول أن ما بين 60 إلى 65 66% من الأمريكيين يعارضوا أي تدخل في سوريا، وتعبوا من الحرب ويريدوا من أمريكا أن تنفق أموالها على الداخل الأمريكي. سيد تيلو، باختصار شديد، بقيت لدي أقل من 5 دقائق، تعليقك. سيدتي الكريمة، هناك وهمان كبيران هنا في أوروبا وفي أمريكا. الوهم الأولاني أنه الأوروبيين والأمريكان عم يدعموا المعارضة بالسلاح، هذا الأمر غير صحيح يا سيدي، وأنا أتكلم من واقع معرفتي السياسية، أنا لا أحلل هنا، أنا أعطي معلومات بالله. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط هائلة جدا على من يحاول تسليحنا، أعني بذلك تركيا وقطر والسعودية وليبيا، هذه الدول، ولذلك حتى الآن كميات السلاح التي تأتي كميات قليلة جدا ولا يوجد أسلحة نوعية. إذن أمريكا لا تدعمنا، كما هي ليست وكالة حرب، الوكالة بروكسي يعني، ليست كذلك. الطرف الآخر يقوم بدعم النظام بكل ما شاء من سلاح. أما الوهم الثاني فهو موضوع التدخل، ومن قال أن الشعب السوري طلب في يوم من الأيام إرسال قوات إلى سوريا. مشكلتنا نحن مع الأمريكان بالذات، الأوروبيين الحقيقة هن بالأخير بيتبعوا السياسة الأمريكية مع الأسف، ما لهم موقف مستقل بالعملية. مشكلتنا مع الأمريكان أمر واحد، هو ارفعوا يدكم عنا. الأمريكان لا يريدون لا دعمنا بالسلاح ولا يعني ولا بدهم حدا يقدم لنا كمان هذا. ارفعوا يدكم عنا، ولكن في نفس الوقت يعني أصوات كبيرة من المعارضة تطلب مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والتدخل في هذا الأخير. الموضوع مشكلتنا الرئيسية مع الأمريكان ليس لا أحد طلب تدخل أمريكي على الأرض، يعني الأمريكان عم يستطلعوا آراءهم، فكروا حيبعتوا جنودهم مثل العراق، هذا أمر غير صحيح يعني. رد من الدكتور ريكي ولو باختصار شديد دكتور.
Also ich glaube, dass die Amerikaner keine Waffen an die Opposition liefern. أنا لم أقصد بأن الأمريكان يعطون الأسلحة للمعارضة، إنما يريدون أن لا تصل هذه الأسلحة للقوى المتطرفة. أنا أظن بأن مشكلة المعارضة السورية من وجهة النظر الغرب بأنه ليس هناك فصل حاد بين المجموعات المتطرفة وغير المتطرفة، وبالتالي من يعارض دعم المعارضة السورية بالسلاح، يعني أيضا في أفغانستان يعني كان هناك دعم للمتطرفين وفي النهاية كان هناك طالبان، ولا يريدون أن يحدث ذلك في سوريا. ومهمة المعارضة هي التعريف بالبنى، ما هي المجموعات التي يمكن أعطاهم الأسلحة من أجل لا تصل إلى الأيدي الخاطئة. ومن وجهة نظر الأمريكان والأوروبيين لابد من ذلك. ألمانيا أيضا متحفظة جدا ومترددة أكثر من غيرها بالنسبة لمنح الأسلحة للمعارضة السورية من أجل، ولكن المشكلة الأكبر هي المجموعات المتطرفة في سوريا. كلمة واحدة أخي الكريم، المخابرات الأمريكية والمخابرات الألمانية تعرف من هي المجموعات الصالحة والمجموعات السيئة والمجموعات الجدة في سوريا أكثر مني وأكثر من كل المعارضة. عندما تريد أن تعطي السلاح إلى 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 إلى, إلى الشخص المناسب فهي تعرف أين تجد هذا الشخص المناسب. نعم دكتور غريب، كلمة ختامية من حضرتك قبل أن ننهي هذا اللقاء. إسرائيل وجهت ضربة بساعات قليلة وخلطت الأوراق في المنطقة، هل بإمكان الولايات المتحدة وأوروبا إذا أرادا أيضا أن يقوموا بضربة وينهوا النظام السوري لصالح المعارضة بساعات قليلة إذا أرادوا؟ باختصار أقل من دقيقة. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة وأوروبا لديها القدرة خلال ساعات أو أيام حتى إسقاط النظام في سوريا. قد يكون إذا كانوا مستعدين للاستثمار بقوات كبيرة وحتى إرسال قوات على الأرض وتدخل من قوى إقليمية، فأن هذا ممكن، ولكن ما هي التداعيات بعد ذلك؟ وهل هذا سينهي الصراع استبعد ذلك؟ شكرا لك الدكتور إدمون غريب، وأيضا أشكر الدكتور هاني غريكي، أيضا الشكر لضيفي السيد إلي نيسان، وأشكر أيضا ضيفي السيد فواز تلو. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى الختام، تحية مني كانت معكم ديما ترحيني، وتحية من فريق العمل، إلى اللقاء.